انتوا لسه بتسمعوا لغبطة مع ياسمين طلبة على راديو رسالة. جي معدنا ومع فقرة لغبطة، ومنوراني في الاستوديو الميك اب ارتست سلمى متولي. منوراني يا سلمى. مرسي، ازيك؟ انا الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ تمام الحمد تمام لله، تمام زي الفل. فل طريق كان حلو. مش قوي. سلمى، انت فترة قصيرة جدا عملتي نجاح كبير جدا وحاجة حلوة جدا في مجال الميك اب. عايزة بقى امشي معاكي بالترتيب كده عشان في بنات كثيرة جدا تسمعنا، عايزة تعرف من اول ما بينزلوا الجامعة. تمام. في ناس انت طبعا تشوفين بيحطوا فول ميك اب في الجامعة، انت مع ان انا احط فول ميك اب في الجامعة ولا لا؟ بصي، لا خالص، لان انا بقول ان الجامعة دي حاجة هي مفروض نازلة ان هي راحة تتعلم، يعني تمام. مش حاجة ان انت نازلة تحطي ميك اب كتير او الحاجات دي، بس بيكون في فرق او اختلاف شوية بين كل بنت والتانية. في بنات بتحب الميك اب جدا وفي بنات لا. تمام. فبالنسبه هقول مثلا بالنسبه للبنات اللي بتحب تحط ميك اب، ممكن تحطي تاتشات بسيطه قوي لو انت عايزه تحطي ميك اب الصبح. تمام. طب انت شايفه ايه يا سلمى الاساسيات اللي انا دلوقتي بنت عاديه بتحط ميك اب عادي عايزه تنزل الجامعه تحط ايه؟ ايه الحاجات اللي هي تحطها؟ والله ممكن مثلا لو بنت عايز تحط حاجه بسيطه مثلا وهي نازله الجامعه، ممكن تمام. تحط ماسكرا، ممكن تحط كحل، ممكن تحط لبستيك، بس خلينا في الألوان الهادية. اللي هي ايه بقى؟ يعني البينك الهادي، طبعا نبعد عن الأحمر والألوان اللي هي الصريحة قوي الصبح. ممكن تحط بيج، ممكن تحط الدرجات دي. تمام. طيب انتي ايه شايفة الألوان الموضة في الميك اب دلوقتي ايه يا سلمى؟ بصي، هو برضو حسب السيزن اللي احنا فيه، يعني ممكن مثلا احنا دلوقتي داخلين خلاص او ردي احنا في الشتاء، احنا في الشتاء اهو، فممكن نحط البنيات كويسة، نحط ايلاينر بيبقى حلو قوي وطالع مودة كمان. عايزة اكلمك عن الايلاينر يا سلمى، بس ناخد حنان. تمام. اوكي. الو الو الو، اي حنان، ازيك يا سلينا؟ ازيك يا حنان، عاملة ايه؟ وحشاني والله خالص. وانتي كمان، انتي ايه الاخبار؟ ده انا اخدت علاج بالليل عشان عندي برد عشان اعرف اكلمك. والله حبيبتي يا حنان، حبيبتي معانا النهارده سلمى متولي ميك اب ارتست، تحبي تساليها في ايه عن الميك اب؟ سلمي عليها، هي منوره حبيبتي. تحبي تساليها في حاجه عن الميك اب؟ لا اصل انا مش غاويه يعني ميك اب، ده انا على طول كنت اجيبه وجوزي كان يبقى مسافر العمره وافضل محضراه عشان لما يجي ويجي واقوم بس احط اتحت، مش غاويه يعني ميك اب. طيب تمام، حاولي بقى يعني لو كده بقى ايه في يوم كده تحطي ميك اب كده يبقى حاجه مختلفه، حاجه حلوه على فكره. بشكرك يا حنان. انا نصحتك بقى يا ياسمين واحط له. اوكي يا حنان، بشكرك يا حنان، بس انا خايفه ساعه لما احط يقوم داخل مستريق عليا، مش عارفه اعمل لا ايه. لا لا لا، انت لازم تتعلمي من سلمى على فكره، بتنزل فيديوز تعلميهم يا سلمى. بشكرك يا حنان. الحمد لله. اوكي إيه سلمى، طيب إيه دلوقتي احنا خلاص كده الميك اب بتاع الجامعه دي الاساسيات اللي انت شايفه المفروض ان هي تتحط، ولازم يكون الالوان هاديه. تمام. تمام. طيب لو انا خارجه الصبح، تمام، ايه الميك اب اللي انا ممكن احطه؟ لو خارجه الصبح انت ممكن تكتفي جدا ان انت تحطي كونسيلر او باودر خفيفه قوي، بلاشر، نحط ماسكرا او كحل. تمام. بس دي الحاجات اللي انا انصح بيها، اكتر من كده هيدي منظر تقيل للبشرة او مش هيبقى منظر مريح للعين بالنسبة للصبح. طب سلمى، انتي مع الكريم الاساس ولا البودر؟ يعني نحط ايه احسن؟ بصي اصلا هقولك على حاجة، دلوقتي انتي ممكن تحطي باودر، لان فاونديشن او كريم اساس من غير باودر ما ينفعش. تمام. فممكن تحطي باودر على طول احسن، لان الكريم اساس ممكن يسيح. فلازم الاثنين مع بعض، طبعا الاثنين مع بعض هيبقى تقيل جدا الصبح. تمام. فممكن نكتفي بباودر اللي هي بتكون باودر فاونديشن مع بعض في نفس الوقت. تمام. باودر كريمي شويه. طب يا سلمى، الايلاينر في ناس كتير قوي ما بتعرفش تحطه. بصي، هو موضوع الايلاينر ده ناس حاجة كتير صعبة قوي جدا. يعني بصي بالنسبه للناس اللي هي ما بتعرفش تحط ايلاينر، ف بلاش ان احنا نعمله بطريقه مثلا نعقدها. يعني بلاش نعقدها. لو مثلا ما بنعرفش نعمله، ممكن نبسط الامور، حطي لاين رفيع قوي وممكن تطلعيه بسنه بسيطه، واحده واحده، بطرف الفرشه او بطرف الايلاينر من الجنب، لكن مش لازم نقوم واخدين اللاين مره واحده كده اللي هو ايه انا رسامه اصلا. طب سلمى،
قولي كمان. لا يعني لو في واحده واحده يعني في الخفيف كده. طب سلمى جالك واتساب بتقول سلمى انا مش عاوزه اسالك على حاجه بس عاوزه اقول لك اني بجد بحبك جدا جدا لانك شخصيه فعلا تحترم وتتحب. بس انت متولي ومش عارفه لما الكورس يخلص هعمل ايه لانك هتوحشيني وانا في بلد بعيده عنك. بسنت حبيبتي تخيل بسنت عندي في الكورس شاطرة جدا ومن الناس الطيبة والممتازة ومجتهدة جدا في شغلها وان شاء الله هتبقى احسن ميك اب ارتست. تمام وانا بشهد لها بدا يعني. طب انا هتكلم معاكي عن الكورسز على فكره بس اللينك الجاي. اوكي تمام. سلمى طيب عايزه اقولك بقى طب لو احنا دلوقتي خارجين بالليل مثلا اتنين مخطوبين او كده خارجين بالليل الميك اب هيختلف عن الصبح ولا عادي؟ اكيد اكيد بيختلف شويه لان هنقول مثلا بالليل هنبتدي مثلا ممكن نتقل شويه يعني مثلا احنا الصبح حطينا باودر ممكن نحط فاونديشن وعليه باودر عادي. ممكن نحط اي شادو مع الايلاينر ممكن ممكن نركب ايلاشز لو هي حابه. تمام كده بس برضو مدام انت الخروجه بتاعتك عاديه فبرضو ما نكترش قوي مش راحه مناسبه مثلا عشان نحط يعني حاجه احنا كتير. احنا اللي بوظنا شكل الميك اب في اي حته بتلاقيه الناس حتى في فول ميك اب. بصي هقول لك على حاجه في بنات بتحب الميك اب جدا لدرجه ان هي ما تقدرش تستغنى عنه تنزل من غيره الصبح وبالليل. فهي ممكن تبقى مثلا البنت اتعودت انها تحط الصبح زي بالليل هي من غير مثلا حاجه معينه هتحس ان انا شكلي مثلا غريب. تمام. بس انت الحاجه دي تقدري ان انت تبتدي تقلليها واحده واحده لحد ما تبتدي تتعودي ان انت ترجعي لشكلك الطبيعي. تمام. طيب معانا ياسمين. الو الو ياسمين ازاي؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا سمسم؟ الحمد لله كويسه. انت اخبارك ايه؟ منوره الدنيا. تمام حبيبتي ده نورك. اولا احب اروح ارحب بسلمى. ميرسي. ازيك؟ الحمد لله كويسه. انت اخبارك ايه؟ تمام. ياسمين عندك سؤال لسلمى تحبي تساليها في الميك اب؟ هو انا بحب الميك اب بس مش قوي يعني. لا حابه تساليها مثلا حاجه مثلا انت عندك مثلا لبس معين حابه تحطي عليه ميك اب اي حاجه تساليها لها في الميك اب؟ بصراحه لا تحطيش ميك اب ياسمين تراجي بقى. بحبه بس مش قوي يعني. مش قوي يعني. ماشي يا سمسم بشكرك ياسمين على المكالمه. ربنا يخليك حبيبتي. باي باي. سلمى دلوقتي لو انا روحة خطوبة بس انا عايز اسألك على حاجة في الاول ليه احط باودر وحط فاونديشن ليه الاثنين؟ بصي هو ممكن يبقى بيدينا شوية نوع مثلا ثبات لان الفاونديشن من غير الباودر هو زي كريم فممكن يسيح او ممكن لو نزلة مثلا ممكن يلم تراب ممكن يشقق مع ضحكتك مثلا. أيوة مع لو حد عنده مثلا شويه ترينكلز او تجاعيد تحت العين شويه. تمام فما ينفعش ده من غير ده. تمام فعشان كده بقول مثلا لو هتحطي فاونديشن لازم تحطي باودر بس ممكن تحطي باودر بس دي مش هيحصل لها حاجه. دي مش هيحصل لها حاجه. دي مش هيحصل لها حاجه. لا تمام. انت بتنصحي بانواع معينه انت بتنزليها مثلا عندك على البيج بتستخدميها او كده؟ بصي انا دايما عندي على البيج او الانستجرام انا دايما بنزل الحاجات معينه اللي هي دايما موثوق فيها او البراندز موثوق فيها. تمام. حتى لو حاجه مثلا بنزل دايما اللي هو مثلا حاجه تنفع از ميك اب ارتست تستخدميها. تمام. وحاجه تنفع للبنات نازلين خروج عادي مش لازم يقدروا هما كمان يجيبوها يعني ويستخدموها وتشتغلي بيها. تمام. يعني احنا الاول بنحط الفاونديشن بعد كده الباودر. الباودر. تمام. طيب عايزه بقى انا اسالك سؤال يا سلمى انا دلوقتي راحه خطوبه وعايزه ضيفه هناك ولابسه مثلا فستان لونه احمر او لونه ازرق ايا كان لبستك ليها علاقه بفستاني؟ بصي مش شرط عشان ابقى مثلا حاطه لابسه قصدي فستان احمر فاحط لبستك احمر لا مش شرطه خالص. انت تحطي اللبستك التقيل ده امتى؟ لو انت حاطه ميك اب هادي في عينيكي. تمام. لكن لو حاطه مثلا كحل اسود كتير او حاطه سموكي ايز مثلا الحاجات اللي هي التقيله قوي دي فانا انصح ان انت تحطي لبستك بيج او بينك هادي قوي الوان تبقى باينه لون شفاف طبيعي. اها بس مش شرط عشان لابسه فستان لونه معين احط نفس اللون بالظبط هو لون اللبستك عشان على طول بشوف اي بنوته لابسه مثلا فستان احمر تلاقيها حاطه ليبستيك احمر. ممكن احط لبستك احمر بس على الاقل لو محجبه اخلي لون الطرحه مختلف عن الفستان اخلي لون اللبستك يعني مش زي العين ما يبقاش كله لان ده بيدي منظر شويه
دوشة أو يدي مثلا شكل العين مش مرتاحة فلازم زي مثلا يعني هنهدي من ناحية يعني عادل أو نزبط العين ماما تمام. يعني طب يا سلمى برضو في حاجة تانية، يعني أنا مثلا لو محجبة أو بشعري هتفرق ولا العادي برضو الميك اب ممكن يكون السكي مفيش مشكله فيه هنا او هنا؟ بس هي دايما البنت اللي محجبه الميك اب بيبان في وشها اكتر، بيبان اكتر فغير على عكس طبعا البنت اللي بتبقى بشعرها فالشكل الشعر بياخد المنظر كله، او لو في حاجات في الميك اب او لو هي حتى ميك اب خفيف عامه مش بيبان قوي لان طبعا هي بشعرها. تمام. بس المحجبه دايما الفوكس كله بيبقى على الوش. تمام. فعشان كده لو في غلطه في الميك اب او لو في حاجه مش مظبوطه في البنت المحجبه بتبان اكتر. تمام. عشان كده بتكلم في ان احنا يعني بالنسبه للبنت المحجبه تحاول تهدي الدنيا او لو في حاجه هي مش قادره تظبطها فما تعملهاش احسن. تمام اوكي. طيب سلمى برضو في واتساب جايه بتقول ياسمينة كنت عايزه اسال على نوع فانديشن ما يبينش التجاعيد ونوع كريم اساس ونوع كونتور برضو. هو انتي طبعا احنا مش هينفع نقول يعني براند او كده، بس انتي قلتي يا سلمى ان انتي بتنزلي على الانستغرام بتاعك والبيج بتاعتك على الفيسبوك البراند بتاعتك، يا رب بس تكون الرد بتاع الرسالة على الواتساب وصل ليها وتكون يعني تتابع سلمى تشوف البراند بتاعتها ايه. طيب سلمى في الفترة الاخيرة نزل اللي هو الكونتور وبقى ناس مش عارفة تحطه، انا كياسمين مش بعرف احطه، فانت شايفه هو يتحط ازاي او بيتحط امتى او هو لازم وايه فايدته اصلا؟ بصي هو بالنسبه ان هو يتحط او ما يتحطش ده في الكونتور ده زي ما بنقول كده هو ميك اب ستايل. تمام. يعني هو حاجه اساسيه في الميك اب. بس طبعا مش اي بنت هتقدر انها تعمل الكونتور ده لان الكونتور ده بيتعمل دايما الميك اب ارتست هما اللي بيعملوه، لازم يكون حد متمكن حد فاهم هو بيعمل ايه، لان طبعا ده بيبقى وش يعني الوش عندي طبعا لازم كل وش يبقى ليه رسمته كل وش يبقى ليه العظم بتاعه مختلف عن الوش التاني. تمام. فمش كل الكونتور واحد، مش كل الكونتور واحد. تمام تمام. بس فالكونتور هو ليه الوان يا سلمى؟ بصي الالوان دي بتبقى زي حسب نوع البشره. لا لا الالوان دي بتبقى حاجات مصححه. تمام. يعني مثلا في الوان اورنج وموف واخضر، الاخضر ده مثلا الحبوب الحمراء اللي في الوش ده بنحطه عليها بيتدارى. الموف للعروق لو في الوش فيه عروق. تمام. الاحمر ده للهالات. الكونتور نفسه بقى بيبقى حاجه تانية. الكونتور ده هو فاونديشن غامق خالص بنحطه على العظم بتاع الوش، لان هو الغرض من الكونتور ده ان احنا ننحت العظم بتاع الوش. تمام. يعني بمعنى اصح لان الميك اب لو من غير كونتور بيبان كان الملامح سايحه على بعض، مش الدنيا مش متظبطه. يعني ممكن يا سلمى انا بالميك اب مثلا لو انا مثلا حد مراخيره مثلا كبيره شويه ممكن نخليها تبان رفيع اكتر بالميك اب؟ بتبان اصغر شويه او ارفع شويه فعلا. بالظبط. منطقه مثلا الدقن لو الدقن طويله مثلا نقدر ان احنا ممكن نغمقها شويه من تحت. فده بيدي شكل ان هي اقصر، او لو مثلا المنطقه اللي هي تحت الدقن لو مليانه شويه نقدر نخليها ارفع. تمام. الخدود لو الوش مليان نقدر نخليه برضو ارفع شويه او نديله ايحاء ان إيحاء. هو بالظبط هو ايحاء للعين ان الوش مثلا اصغر اصغر او بالزبط. ان مثلا مناخير مش المناخير مش كبيره محدده. هو احنا بنحدد عظم الوش فبيديك ايحاء ان الدنيا مرسومه او منحوته قدامي. تمام بالظبط. تمام. العروسه دلوقتي مفروض ان هي بيبقى عندها الفرح مثلا سي هنقول ان عروسه اول مثلا 2016 فرح، المفروض ان هي تيجي امتى مثلا بيوتي سنتر او كده؟ بصي عايزه برضه اوضح حاجه، انا مش عندي بيوتي سنتر. تمام. انا عامله حاجه زي ستوديو ميديا برودكشن. الاستوديو ده فيه كورس روم، في روم تصوير، موديلينج وانتاج سيشنز، لان انا السيشنز والتصوير والحاجات اللي انا بعملها كلها انا اللي بنتجها. وعندي تيم كامل فوتوغرافرز وميك اب ارتست. الكورسز برضو بتبقى موجوده في الاستوديو، فانا مش مع ان انا
اعمل بيوتي سنتر. بحاول ان انا اعمل حاجه ليفل اعلى شويه، ان انا قدام بعدين ان شاء الله كمان عايزه اعمل حاجه تبقى فيها بتضم حاجات كتير قوي من الارتس والفنون، مثلا من اول الرسم لحد ال الميك اب ولا اي حاجه ليها علاقه بالتجميل. تمام. الديزاينز ديزاينز اكسسوارز ديزاينز فاشن الحاجات دي. حابه ان انت تكوني ملمه بكل شيء، بكل حاجه ليها علاقه بالفنون او الارت. تمام. سلمى، طيب لو جاي مثلا العروسه برضو، طب قولي لي برضو تيجي قبلها قد ايه؟ بصي، المفروض غالبا بتحجز قبلها بشهر، لان طبعا الحق اكون متابعه معاها خطوه بخطوه كل حاجه هي بتعملها. مثلا ممكن ابقى متابعه معاها كمان لو هتعمل حاجات في بشرتها انصحها تعمل ايه والحاجات اللي ما تعملهاش، لان طبعا في عرايس كتير قوي ما يعني بتروح لناس غلط فبيبوظوا الدنيا، فباجي انا مستنيه ان انا اصلح ده بالميك اب، ففي حاجات طبعا مش بقدر ان انا اصلحها. حاجات في البشره نفسها، حاجات في البشره نفسها بوزد. يعني يعني محتاجه علاج بقى. بالظبط. تمام. فالميك اب مش هيصلح ده، محتاجه شهور بقى علاج، لان الجلد كمان بياخد وقت كتير. ما مش قادره اقول لك، يعني بيروحوا مثلا هنقول بيوتي سنتر، ف دايما المفهوم بتاع العروسه ان هي عايز تعمل كل حاجه عشان تطلع حلوه اليوم ده. تمام. فالناس مثلا الموضوع ممكن يبقوا واخدينه تجاره شويه، فهم بيبقوا عايزين دي عروسه فنعمل لها كل حاجه. بس كل حاجه دي ممكن تبقى هي بشرتها مش هتستحمل ده. ايوه صح. فممكن هي تجيلي مثلا عندها مثلا مشكله، فانا طبعا ففي ناس بنصحها بقى ان هي ما تروحش مثلا الا عند ناس معينه عشان يقدروا يصلحوا البشرة كويس، او لو في مشكلة نقدر نعالجها او انها تبقى مع دكتور. تمام. ما تروحش لأي حد كده. تمام. طيب لو في برضو عروسة برضو يا سلمى جايالك مثلا بشرتها مثلا فتحة او خمرية او صمرة شوية، بتتعاملي معها في الميك اب ازاي؟ بصي، بالنسبة لدرجة البشرة دي ففي ناس كتير قوي بتحب مثلا انها تفتحها او تغمق، فانا ما بنصحش بده. يعني انا دايما مع ان انت تفضلي على لونك الطبيعي. حلو قوي. تمام. هنعمل كفرج بالفاونديشن او كريم الاساس، بس تفضلي على نفس لون درجتك، لان اي تغيير في لون الدرجه سواء افتح او اغمق بيغير الشكل تماما. تمام. وممكن يخلي الشكل مش حلو. بس فاهم حاجه دايما برضو ان العروسه يبقى يوم فرحها شكلها حلو جدا، بس برضو يبقى هو ده شكلها الطبيعي للناس. تمام. ما تبقاش في اصطناعه، بنلاقي الميك اب يعني عشان حتى الجمله اللي هي اول ما يشيلوا الميك اب بتحس ان حد تاني. بالظبط. انت مش مع كده؟ لا مش مع كده. انا مع ان انا اقرب لشكل جمالي بس بشكلي برضو، يعني نفس. بالظبط. تمام. طيب في برضو يا سلمى مثلا في عرايس بتلاقيهم قبل الفرح او كده تلاقيهم بيحطوا ماسكات حاجات مثلا خير، انت كسلمى انا عارفه ان انت مش هتنصحيني بماسكات او هتقول لنا حاجه، لان ده حاجه تانية خالص بار الميك اب. بس انت كسلمى بتعملي مثلا ايه لبشرتك؟ تحطي ماسك او كده ينفع لكل البشرات؟ هقول لك على حاجه، انا عندي دايما اهم حاجه ان انت تبقي مواظبه جدا ان انت تنظفي بشرتك التنظيف الطبيعي جدا في البيت، اللي هو مثلا تعملي تغسلي وشك بغسول. أيوة. تعملي حمام بخار في البيت. حاجات سهله جدا تحطي على بشرتك، مثلا ممكن خيار عشان الهالات، تعملي كمادات مثلا. تمام. الحاجات الطبيعيه جدا، يعني السواد تحت العين ده خيار، ممكن تحطي خيار، ممكن تعملي كمادات شاي. كمادات شاي لو عايزه تقفلي المسام. بعد ما بتقفل، بعد ما بتنظفي بشرتك تماما بسكراب مثلا او اي منظف، بتجيبي تلجة وبتقفلي وشك بتقفلي مسام وشك بالتلجة، تمشي تلجة على وشك. تمام. علشان طبعا الواحد لما بينظف بشرته بتبقى طبعا المسام لسه مفتوحه. تمام. فممكن التراب يدخل، فده طبعا مش حاجه حلوه خالص، ممكن تعمل حاجات مش كويسه. فبتبتدي ان انت تقفلي بشرتك بالتلج علشان تمنعي حاجه زي دي. تمام. طيب برضو يا سلمى لو انت مثلا في برضو عروسه جايه لك، انت اللي بتقومي معاها بكل خطوه في الميك اب بتاعها، ماسكز اي حاجه انت اللي بتقومي بيها، ولا بيبقى في اسيستنت مثلا هي اللي بتعمل حاجه زي كده؟ كل حاجه في الميك اب انا اللي بعملها. تمام. لان طبعا هي المفروض جايه لي انا، مش هخلي حد تاني يعني. أيوة. اي حاجه بتاعتها، كل حاجه انت اللي بتقومي كل بيها. حاجه انا اللي بعملها لها، من اول مثلا الميك اب خالص لحد مثلا لو محجبه انا برضو اللي بلف الطرحه.
تمام. وكمان برضو ببقى متابعة معها ان هي تنقي برضو فستانها ساعات كتير قوي. وبنقي معها برضو تاج. بخليها تشوف لو هتجيب حاجات معينة للحجاب. حاجات زي دي, لان طبعا مش كل عروسة, مش كل شكل وش عروسة يليق معها تيجان كبيرة او لفة طرحة معينة والحاجات دي. تمام. طيب سلمى, عايز اسألك برضو دلوقتي انا كواحدة بتحط ميكب, ابدا الاول بايه؟ يعني عايزاكي تمشي معايا خطوه خطوه كده. احط مثلا, تلاقي في ناس تحط ليبستيك الاول, تحط بلاشر الاول, يعني الواحد يبدا منين وينتهي بايه؟ بصي, هو دايما لازم يبقى في ترتيب لكل حاجه بتعمليها. بالظبط, قولي بقى الترتيب. فمثلا عندنا في الميك اب احنا بنبتدي طبعا في الاول ان انت تحطي برايمر. البرايمر ده طبعا مش لكل بشره برايمر واحد, لا بيختلف بشره دهنيه او بشره جافه او لو بشرتك المسام فيها واسعه. فكل بشره وليها برايمر بتاعها. تمام. برايمر ده برضو فايدته ان هو بيثبت الميك اب وبيخليه, يعني بدل ما الميك اب مثلا يقعد ساعتين ثلاث ساعات, ممكن يقعد وقت اطول من كده بكتير. تمام. بعد كده بتبتدي تحطي فاونديشن. فاونديشن بيبقى محطوط على الوش كله. بعد كده بتبتدي مثلا سيد لو هتعملي كونتور بتعملي كونتور. فكده بتحطي باودر. بعد كده بحط باودر. بعد كده بتحطي الليبستيك في الاخر. اللبستيك والبلاشر في الاخر خالص. تبتدي ترسمي بقى عينيكي وبعد كده تعملي حواجبك. بعد كده تبتدي مثلا لو هتظبطي الكونتورينج بتاعك تاني شويه, بس بيبقى كونتور باودر. بعد كده تحطي بلاشر واللبستيك. تمام. طيب سلمى, دلوقتي في على الحواجب, انت بتشوفي حواجب, في ناس بترسم حواجبها بطريقه اللي هو انت عارفه المصحح الحواجب اللي طلع دلوقتي. طيب انا دلوقتي مثلا لو انا شعري مثلا لونه اسود, ينفع احط مصحح حواجب لونه بني؟ بصي هقول لك على حاجه, انا مش مع ان هي تحط مصحح الحواجب او الاي برو عامه لو هي شعرها اسود. انت ما ينفعش تماما تحطي اسود, لان هو هيدي شكل مش حلو خالص, هيبقى تقيل جدا. تمام. فانا رايي هتحطي حاجه تبين شكل طبيعي. حطي مثلا بني غامق. تمام. هيدي شكل طبيعي, وبرده ما نحطوش بكميه كبيره, لان هو لما بيتقل خلاص ما بقاش فيه اي شكل من هو طبيعي. بيبقى بيدي برده شكل التاتو. تمام. دي حاجه. حسب برضو لون شعرك انتي بتحطي الاي برو, ما عدا الشعر الاسود بنحط دارك براون او بني غامق. البلوند برضو لو بنت شعرها اصفر انتي ما بتحطيش بلوند اصفر اللي هو الفاتح قوي. تمام. لا, انتي بتبتدي تحطي بني بس بني فاتح. بس ما ينفع الاسود ده انتي شايفاه تاتو قوي, ما نحطش الدرجة صريحة. تمام. درجة صريحة بتخلي المنظر مش حلو. حطي درجة وسط هتديكي, لو انتي شعرك فاتح هتديكي ان حواجبك فاتحة. تمام. لو انتي شعرك غامق هتديكي شكل برضو من ان انتي حواجبك شكلها ماشية مع لون شعرك, بس في نفس الوقت شكلها مش تقيل اوفر. تمام. ممكن في حاجة برضو, في بنات اللي هي مثلا بتبقى حواجبها تقيلة مش محتاجة ان هي تحط اللي هو المصحح ده, في ماسكر للحواجب طالعه. تمام. انت ممكن تسرحي بيها حواجبك وبتديكي اللون اللي انت عايزاه, لان هي درجات. حلوه قوي دي. دي انا بنصح بيها البنات اللي هي برضو مش حابه ان هي تحط حاجه تظهرها اوفر على الصبح. تمام. في واتساب بتقول بجد حلقه تحفه, ويا ريت تاكدوا على البنات بلاش ميك اب في الجامعه عشان هم فاكرين انهم في فرح. شكرا يا ياسمين. شكرا. شكرا على ايه بقى؟ شكرا على ايه؟ وفي كمان واتساب بتقول ايوان, دي مسج طويله جدا. ياسمين, انا بشوف بنات مصنفره وشها وسحبه سكينتين معجون ودهنه وش لكي. الله, حاسه ان انا في شقه يا سلمى. في بنات فعلا بتحط ميك اب كتير قوي, بتدي منظر مش حلو خالص, بيبوظوا سمعه الميك اب. والله هقول ايه طيب؟ هقول ايه طيب؟ هقول ايه طيب؟ وانا اديكوا كورسات ليه؟ والله يا سميني, لو شوفوا بنات شبه البلياتشو لو سمحتي ولو مسحتي وشها هتلاقي حاجة ثانية خالص. الكورسز اللي سلمى بتديها, عايزين نعرف المحتوى كده بتاع الكورس وملم بايه بالظبط. بصي, الكورس عندي بيبقى ملم بكذا حاجة. احنا مش بندرس مادة واحدة بس اللي هي الميك اب, لا. تمام. احنا بندرس ميك اب وبزنس. في الميك اب هما الاول كده هما 15 سيشن. تمام. لمدة شهر. ال 15 سيشن دول بيبقى فيهم
بنعرف كذا رسمة للعين، وبنعرف طبعا في أول سيشن خالص الماتيريالز اللي بتشتغلي بيها، الشرح بتاع الوش. بعد كده ازاي تبتدي تعملي كونتور وتحطي فاونديشن وتختاري الدرجات بتاعت الفاونديشن والميك اب بتاعك. تمام. بعد كده بتبتدي ان انت تحطي بقى، ندخل في العين مثلا، نبتدي كل يوم بيبقى فيه رسمة للعين جديدة. تمام. بنبتدي من اول ناتشرال لوك اللي انت عايز تطلعي حاجة سامبل خالص لحد الودينج لوك. الودينج لوك بيبقى اخر حاجة. دي حاجة. تاني حاجة بيبقى عندنا الماركتينج او البزنس. البزنس ده مش انا اللي بدرسه عشان نبقى عارفين. بيبقى فيه انستراكتور، لكن كل الكلام اللي فات اي حاجة ليها علاقة بالميك اب انا الانستراكتور او انا اللي بدرس الميك اب كله. تمام. بيبقى فيه انستراكتور للماركتينج، ده بيعرفك ازاي تبني الكارير بتاعك، ازاي تبتدي از ميك اب ارتست، ازاي تبتدي تدخلي الماركت نفسه وتسوقي نفسك بمعنى اصح على السوشيال ميديا كبيج، تحافظي على البيج بتاعتك على شكلها. تمام. تعرفي برضو ازاي تشتغلي في السوق وازاي تتعاملي مع الناس. تمام. كل ده بقى كل حاجة واحدة واحدة بتبتدي تعرفيها. برضو بيبقى فيه انستراكتور للفوتوغرافينج، لان انت زي ما انت لازم تعرفي بتحطي ميك اب ازاي، وتعرفي بتسوقي شغلك ازاي، ازاي تعرفي تصوري شغلك. تمام. وتهتمي بالتصوير لانه حاجة مهمة جدا. تمام. لازم نكون ملمين بحاجات كتير قوي. يعني يا سلمى انا شايفه ان انت مش بتدي الحاجه اللي هو انت داخله بس تتعلمي ازاي تحطي ميك اب، انت عايزه تخلي اللي يخرج من الكورس يبقى ملم. يعني انت خارج خلاص انت ممكن تبقي ميك اب ارتست، مفيش اي مشكله. بالظبط. ما اصلا المفروض ان الكورس ده بيخرجك بروفيشنال ميك اب ارتست. تمام. فانت لازم تبقي بروفيشنال مش في الميك اب بس، انت لازم تبقي بروفيشنال في حاجات تانية كتير. في اتيتيود، في ستايلك، لان انا كمان في الكورس بيبقى فيه سيشن للفاشن والربطات الطرح الحجاب، لان دي برضو ستايلك او وازاي تحطي كمان ميك اب لنفسك. تمام. يعني انا برضو في الكورس في سيشن بيرسونال ميك اب. البيرسونال ميك اب ده انت تتعلمي تشوفي اللي لايق عليكي وتحطيه انت كميك اب ارتست. انت لازم طبعا تكوني رايحه للكلاينت بتاعك حاطه ميك اب وشكلك حلو. تمام. لان طبعا لازم يبقى هو عنده ثقه فيكي، يا اما مش هيجي لك. بالظبط. طب في حاجه في الكورس اللي مثلا ليها علاقه بالفاشن، انا مثلا لو رايحه اقابل المدير بتاعي يكون لابسه ايه، او اي حاجه ليها علاقه شويه بالفاشن؟ بصي غالبا بيبقى بيكون في سيشن بتكلم فيها عن اللفات بتاعه الحجاب بالذات، لان المحجبات ساعات بيبقى عندهم ازمه في موضوع اللبس. وازاي ممكن تقدري توظفي مثلا امتى تلبسي هاي هيلز، امتى تلبسي باليرينا عادية أو شوز فلات عادية، امتى تلبسي فورمال والحاجات دي. بس أغلبية الشغل عندنا أنا بحب أن الواحد يكون لابس فورمال، لأن ده بيدي ثقة بالنفس أكتر. جدا. في الشكل، في الطريقة. تمام. بس كمان الواحد لما بيكون واثق من نفسه، وهو انا بشوف ان اللبس بيدي ثقه بالنفس كبيره جدا. لو انا داخله مكانه ولابسه اي حاجه ممكن طريقه كلامي تتغير، ما بقاش واثقه في نفسي فينعكس على كلامي. تمام. يعني انا شايفه يا سلمى ان انت هدفك من الكورس دي ان انا اطلع بنوته ان هي ميك اب ارتست من كل حاجة. انا شايفة ان انا كده يعني حتى بعد كده مثلا مش هروح محتاجة ان انا اخد كورس ماركتينج. طب انا لو عندي بيج اعمل ايه؟ لا انا خرجت عارفة كل حاجة. بالظبط. ده اللي بحاول اوصله للبنات اللي بتاخد عندي الكورس، علشان ممكن تبقى بنت بتحط ميك اب حلوة جدا وتبقى هي كمان تالنتد قوي، بس للأسف هي مش عارفة ازاي توظف نفسها في المهنة دي، او مش عارفة تواكب الموضة وتواكب السوق زي ما بنقول. مثلا ان انتي برضو حواليكي منافسين كتير قوي. تمام. فانتي مفروض تبقي مواكبة معاها. تمام. يعني يا سلمى دلوقتي طبعا السؤال الشهير لكل البنات، انا نفسي اكون زي سلمى او ايه ان انا اكون ميك اب ارتست، اعمل ايه؟ بصي موضوع ان انا اعمل ايه ده هو مش لازم تكوني زي سلمى، شوفي انتي بتحبي ايه وممكن تعمليه، لان انتي ممكن غير الميك اب انتي ممكن تكوني موهوبة في حاجة تانية كتير قوي. تمام. احلى من الميك اب بكتير. تمام. شوفي انتي موهوبة، انتي تقدري مثلا انك ترسمي تبقي ديزاينر، انتي تقدري ان انتي تعملي ديزاينر مثلا لأكسسوريز، تعمل ديزاين
للوجو مثلا، ده حاجات بسيطة قوي تبقى شاطرة فيها وتتميز بيها بقى، ان هي تقدر تتميز بحاجة زي دي، فده النجاح ذات نفسه. تمام. سلمى، اخر الحلقة عايزاكي تقولي نصايح لكل البنات، ايه الحاجات اللي هم يعملوها عشان خاطر قبل الميك اب. قولي نصايح للبنات وممكن نصايح برضو للعرايس. تمام. النصايح اللي هقولها للبنات ان احنا ما نحطش ميك اب كتير الصبح في الكليه، لان هو ممكن برضو الشمس تبقى ضاره جدا ببشرتك. ونهدي برضو من الميك اب والحاجات، ونستخدم حاجات كويسه مش اي ميك اب يا جماعه وخلاص. وبرضو مش بالميك اب هتكوني حلوه، انت ممكن اصلا تكوني مش محتاجه. للعرايس بقى هبتدي اقول ان احنا الشهر اللي قبل الميك اب ده نبتدي ناخد بالنا من نفسنا كده، نحافظ على بشرتنا، نشرب مية كتير، حاولي تنظفي بشرتك في البيت ما يكونش برا. بس وتقدر تشوف برضو الفاشن والستايل والحاجات الجديدة وتتابعيها، مش اي موضة نجري وراه وخلاص. تمام. انا بشكرك جدا يا سلمى بجد. انا كياسمين واكيد كل اللي سمعونا استفادوا جدا من كل اللي قلتيه، بجد بشكرك جدا. انسانه حلوه جدا على المستوى الشخصي يا جماعه على فكره كمان. بجد بشكرك قوي، وبتمنى ان انت تعملي هدفك اللي هو انا شايفه ان الكورس بتاعك بيدي المعنى اللي جوه سلمى. يا رب انا اتمنى الفكره دي توصل لناس كتير قوي. حياتي يا سلمى، بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي كلمونا وكل الناس اللي بعتوا لنا واتساب، واستنوني الثلاث الجاي من 7 ل 8 ولغبطه، والاعاده يوم الاربع من 1 ل 2 صباحا ومن 12 ل 1 الظهر. هتوحشوني كتير. باي باي.